عزة لا، صفاء يا بنت، من امبارح خرجت لحد دلوقتي لسه ما رجعتش. انا خايفه اكون جرى لها حاجه، حاولت اتصل بيها في المستشفى ما عرفتش، والنبي يا بنت تصلي تشوفيها. حاضر يا رب، جعل خير يا رب. والنبي يا بنت تعملي ايه؟ معلش عزه، في تليفون علشان الو. انا عزه، اسم العجوزه ايه؟ صفاء. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت يا شويش. نعم. الانسه صفاء جلال ممكن ازورها؟ انسه؟ لا يا ستي، زيارات ممنوع السعادة. ارجوك اشوفها بس. تشوفيها بتاع ايه؟ اختها؟ امها؟ من بقيه قرايبها؟ لا، بس انا صاحبتها. صاحبتها؟ انا مؤكرم يا بنت، انت خافي على نفسك، اتلم في ديك الساعه احسن تحصليها. الله، مش تقولي بس هي عملت ايه؟ لا والله، تعملوها وتخيلوا. صاحبتك يا اختي انقبض عليها في صالح الاعمال في بيت كلش ان كان. صفاء. ايوه صفاء، صفاء جلال الشهيره بصافي. ولو انت عاوزه تشوفيها يبقى بكره هم مرحلين على النيابه. يلا منك لها، يلا اركبوا، يلا مال. صفاء. عزه، انت اللي جابك هنا ليه يا صفاء؟ ليه كده؟ ممنوع الكلام يا ست، بعيد من هنا. صفاء يلا اركبي. ما تحمليش هم يا عز، مكتوب علينا. ليه يا صفاء؟ انا ماليش في الدنيا غيرك. ما تتعبيش نفسك ورايا يا عز، المهم انت خلي بالك من نفسك. يلا ما بلاش لكاع، اطلعي بقى. انا لا يمكن هسيبك ابدا، انا هشوف لك محامي، احسن محامي في البلد. دعارة مقرونة بفعل علني فاضح وتحريض على الفسق والفجور. ما شاء الله ما شاء الله، او كده الشغل والا فلا. وقضية زي دي مصاريفها كتير يا استاذ عبد المتجلي. افندي احمد عوض عبد المتجلي، 25 سنة وكيل محامي، افهم في كل حاجة من المخالفات الى الجنايات. المصاريف كم يا استاذ؟ خدي عندك يا ستي رسوم في حدود تقريبا، والدمغات كذلك، وجايز نحتاج للكفالة ولو ان النيابة هتعترض، واتعاب الاستاذ في حدود كله 50 جنيه. 50 جنيه؟ ده غير الاكرامية بتاعتي انا، لسه ما كلمناش فيها. بس مش شايف ان 50 جنيه كتيرة شوية يا استاذ عبد المتجلي؟ دي دعارة يا هانم، فعل علني فاضح ومقرون كمان بالتحريض على الفسق والفجور. وتقولي 50 جنيه كتير؟ طيب ممكن اقسطهم؟ نعم. 5 جنيه كل شهر. بتقول ايه؟ نخليهم 10. شوف يا ست، انتي تسلميني 50 جنيه على القفلة انا والاستاذ تحت امرك، يخسوا تعريفة، يخسوا ملين؟ لا، مفهوم؟ طيب افوت عليك بكرة يا استاذ، لاني في الحقيقة ما كنتش عاملة حسابي. والله اللي تشوفيه. طيب متشكرة، وما تنسيش الاكراميه بتاعتي. نعم، بس هاتك سايبه لي عاده من الصبح وجايه لي الظهريه تقول لي عاوزه 50 جنيه، ده كلام؟ يا دكتور انا عندي ظروف. ده مكان عملك يا بنتي، اكل عيشك، انت بالطريقه دي مش هتنفعك. انا محتاجه لهم قوي يا دكتور. منين؟ انت بقالك اسبوع بتشتغلي. ارجوك، دي سلفه وانا هرجعها من مرتبك. انا اسف قوي يا عزه، احنا لسه في اولها والطريقه دي ما تنفعنيش. اتفضلي. ارجوك يا دكتور. أنا آسف. متشكرة. أنسة عزة؟ لو سمحت. شوف يا بنتي، البنسيون هنا له سمعته، وما دام الحكاية وصلت للإقسام وللبوليس، فأنا بقول يعني تشوفوا لكم مكان تاني أحسن. طب ممكن يا مدام استنى لبكره؟
سوا يا بنتي. عبدو نزل الشنطة. لا عايزه ثابت البنسيون. لا لا يا ابني قلت لك لا، ما اعرفش راحت فين. وانا تحت امرك، انا زي اخوك بالظبط. اشربي عشان الكلام يحلى. ما اشربش. على راحتك، احنا هنا ما نخصبش على حد ابدا. صحتك. ايه كنت هتقولي يا ستي؟ الحقيقه انا محتاجه مبلغ صغير. من عينيا 50 جنيه من حساب صفاء. صفاء؟ صفاء ملهاش حاجه عندي. ملهاش؟ ايه ايه مالك؟ لا ابدا ولا حاجه. والمبلغ ده محتاجاه ضروري قوي. طب ونروح بعيد ليه؟ قصدك ايه؟ قصدي مدام صفاء مش موجودة تبقى عزة. يعني يعني ايه؟ شوفي يا عزة، انا راجل بيزنس بتاع شغل، ما اشتريش الا بضاعة حضرة. انا اسف قوي اني جيت لك. تعالي هنا. تروحي فين يا بنت الحلال؟ انت هتتعبي قوي هنا، ما يجيش الا اللي نسدد في وش كل الابواب، لكن انا بقى بابي مفتوح لك. انت اتجننت؟ انا اشتغل في كباريه؟ كباريه؟ هو احنا في كباريه؟ ده مالها ليلي، زيه زي اي مكان تاني، في النظيف وفي الوسخ، وعلى قد ما تدي يا بنت الحلال على قد ما هتاخدي. وادي الفلوس اهي تحت امرك. لكن ده انا عمري ما وحياة المنكر ده، ولا انا وشرفك. انا عمري ما فكرت اشتغل الشغلانة المهببة دي، لكن الدنيا غدارة وهي غدرت بيكي زي ما غدرت بيا. ها قلت ايه؟ الفلوس ايه تحت امرك، خديها وحل مشكلتك.